ما عندكم نية تلفزيون انت وياه؟ ليش؟ لا طلع ولا بس انا بس زعلتك كمان وقتها ناظره ما اقطع عينا ببكع وجهك وان في عندنا مصل هي الكي او ذا نيك يعني عنده description. What are the boundaries of the acute triangle? Posterior is an anterior side of the same plane as the side. Posterior, huh? Anteriorly. Trapez. Posterior sternomastoid. Midline of the neck. Midline of the neck. هو الخط الوسط في النك. الابكس عبارة عن المنطقة دي اسمها سوبرا سترنال نوتش. البيز عبارة عن اللور بوردر اوف ماندبل زائد الميجري لاين خط تخيلي من الانجل اوف ماندبل اب تو الاسترنوماستويد. دي الاسترنوماستويد اهي. شلون دكتور البيز فوق والابكس تحت؟ عادي، هو شرط اي تريانجل يبقى البيز تحت والابكس فوق. وتحت الهارت ان شاء الله هتلاقي البيز بتاعه الابكس تحت على الهارت. هو التريانجل ده احنا التريانجل ابكس وبيز. اما هنا ان الاسترنوماستويد قسمها اوبليك بقى في بوستيرو تريانجل البيز تحت والابكس فوق، والانتيرو تريانجل البيز فوق والابكس تحت. يبقى الباوندرز اوف ذا انتيرو تريانجل بوستيرولي الانتيرو بوردر اوف الاسترنوماستويد انتيرولي ميد لاين اوف ذا نيك البيز لور بوردر اوف ماندبل اند ايميجينري لاين فروم ذا انجل اوف ماندبل تو ذا ماستر بروسيس ابكس سوبر سترنال نوتش. What are the roof of the anterior triangle? هشيل منها بلاتيزما. طيب الانتيرو تريانجل ده تريانجل كبير فول اوف ستراكشرز،
عشان نسهل او نوضح توصيفه اكتر قسمناه لتريانجلز اصغر منها. قسمناه عن طريق ايه؟ في بول خدتوها في اللاب فوق الثيرويد كارب اسمها هايد بول. هايد بول هايد بول هنا اهي. This is a hyoid bone. تمام؟ وخدنا مصل كنا قلنا الانفيريور بيلي في البوستيريور تريانجل كان اسمها ايه؟ سوبرا كان ليها تو بيليز البوستيريور بيلي موجوده تحت البوستيريور تريانجل موجوده فوق ويتقابلوا مع بعض ورا بوستيريور ستيرنوماستوري اسمها السوبيريور بيلي في اومو هايوي. طيب وفي مصل ثانيه مهمه اسمها الداي جاستريك مصل. زي جاستريك مصل عامله زي حرف اليو كده يعني مش حرف اليو مصر عامله كده ليها تو بيليز انتيريور بيلي بوستيريور من تحت بوستيريور بيلي يعني تو مصلز مصل اسمها داي جاستريك ليها تو بيليز انتيريور بيلي وبوستيريور بيلي. شبكه في الهيوي دي ولا شبكه في الهيوي؟ الهيوي بون ده هو المفتاح بتاع الانتيريور تريانجل. الهيوي بون الهيوي بون فيه ماسك فيها من تحت الانفيريور بيلي السوبيريور بيلي في امه هيوي وفوق التو داي جاستريك مصل تو بيليز وداي جاستريك مصل انتيريور بيلي وبوستيريور بيلي. قسمنا كده كام تريانجل؟ اربعه تريانجل. اول تريانجل اللي هو ده ما بين ايه؟ ما بين التو بيلز اوف ذا ديجستيك اوف ذا اوف ذا ديجستيك مسل. فسميت التراينجل ده داي جاستريك تراينجل. التراينجل الاولاني ده اللي هو ده ما بين التو بيلز اوف ذا ديجستيك مسل فسميته داي جاستريك تراينجل. التراينجل الثاني هو ده فوق تحت مين؟ المندبل. تحت المندبل او بالظبط كده بقى ما دي اسمها السيمفيسس ميلتاي بسميه سب منتال تراينجل. سب منتال تراينجل حلو. يبقى ده دايجستيك ده سب منتال. طب التراينجل الكبير قوي ده واهم واحد فيهم المين كونتنت اللي فيه الكاروتيد شيز اللي هو فيه ايه الكاروتيد شيز بروتين الكومن انترنال والانترنال سيلولار فين وتحت الاصفر في الجسم بسمي ده كاروتيد تراينجل. يبقى انا عندي دايجستيك تراينجل سب منتال تراينجل كاروتيد تراينجل. فده تراينجل واحد بس. التراينجل ده الكونتنتس اللي فيه كلها ماسلز الكونتنتس ماسل بسميه ماسكولار تراينجل. يبقى عندي اربعه تراينجلز يعني قسمت الانتيريور تراينجل الى فور تراينجلز باي ايه؟ باي الهيرويد بون والتو بيليز اوف دايجستيك ماسل والسوبيريور بيلي هما هيرويد. دي فور تراينجلز دايجستيك تراينجل سب منتال تراينجل كاوتر تراينجل ماسكولار تراينجل. دكتور معلش هلا الدايجستيك ماسلز ليش سميت بالداي كذا؟ لا انا اقول لك انا قبل شوي قلت فيه تو تراينجل قسمت ما ادري فوق الفيل شايفين فوق تو بيريز قصدك نقول يعني تو بيريز تو بيريز ايوه راسين هي سموها داي جاستريك ما ادري وين داي جاستريك اللي هي دي اللي جاب انا قلتها هنا حطها هنا هي انتيرو بيريز وسيرو بيريز ما تفكرش كل حاجه يعني الحاجه الواضحه اتسمت ليه بنقولها الحاجه اللي مش يعني مش مهمه ما بنقولهاش. تمام شوف كده بقى السلايد قدامنا دي كده المقدمه ادي الباوندز ادي التراينجل تمام هل هو الانتيو تراينجل استنى مستويد ميد لاين اوف ليك الانجل اوف ماندبل الماندبل برضه اوف ماندبل مش لاين من الانجل اوف ماندبل لحد المستفوستس والايبكس سوبرا ستيرنال نوتش. طيب بنقسمه بقى ايه الروف زي ما قلنا الاربع فيكس ستراكشر بتقسم لاربعه تراينجل هنا المنظر ده ادي التراينجل الاولاني ده ده يجاس التراينجل التراينجل ده سب بنت التراينجل ده التراينجل مصدر التراينجل كل واحد من دول بقى نبدا نتكلم عليه نفس الرول باوندرز روف فلور كونتنت من الاربعه الاربعه تراينجل نبدا اول حاجه بيه ده يجاس التراينجل البيز بتاعه عباره عن مين؟ اللور برضو اوف ماندبل والميشن لاين فروم ذا انجل اوف ماندبل تو ذا ماستر بروسس ده اسمه البيز اوف ذا ليجست تراينج انترو انفيريور انترو انفيريور من قدام ومن تحت انترو انفيريور المصل اسمها فرونتال بيلي الانتيريور بيلي الانتيريور بيلي اوف ذا ليجست مصل
بوسترو انفيريور ده جسم مصر ومعاها مصر تانية زيادة عليها كده اسمها ستايو هايويد. شايفين المصر دي؟ جاية من هايويد بون لحد الستايلويد بروسيس اللي في السكالب. ايوه اسمها ستايلو هايويد. فالبوسترو انفيريور عندها تو مصرز دول الستايلو هايويد مصر والبوستيرو بريو دايجستر. يبقى قدامنا ده الباوندرز اوف ذا دايجستر تبعيات. البيز بتاعه عباره عن البيز عباره عن اللور بورد اوف ماندبل واللاين فروم ذا اند اوف ماندبل تو ماسترو بروسيس المنطقه دي. الايبكس الهايويد بون انترو انفيريور انتيريور بريو دايجستر بوسترو انفيريور التو ماسلز اللي هم الدايجستيك بقى البوستيريو دايجستيك والستايلو هايد ماسل. طيب وات ار ذا روف اوف ذس تراينجل؟ روف باستثناء البلاتيزما مثلا. لا معاه بلاتيزما سكن سكورفيشال فاشيا بلاتيزما والبستنج اوف دي فاشيا ده الروف او الفلور. الفلور هنا فيه تو ماسلز عاملين الفلور. ماسل جايه من المانديبول للهايويد بون اسمها المايلو هايويد ماسل. مصر عامة كده مايل هايد مصر ومصر تانية تحتها ستيب ليها اسمها الهايوجلوسس مصر. هايوجلوسس يعني في تو مصرز عاملين الفلور بتاعت تريانجل ده المايل هايد مصر وتحتها مصر اسمها ايه هايوجلوسس. هايوجلوسس جاي من هايد بون ورايح للطنج رايح للطنج فده اسمه الفلور اوف ذا دايجست تريانجل. الفلور بتاعه تو ماسلز تو ماسلز المايلو هايد ماسل والهايجلوسس ماسل. نرجع بقى الكلام تاني قلنا ان على الدراس تراجل انترو انفيريور انترو دايجستيك بوسترو انفيريور بوسترو بيريو معاها ستايلو هايويد. البيز البيز اوف ماندبل ومعاها الايميجن لاين. الايبكس زي ما قلنا عن المهايد بون. الفلور تو ماسلز هايجلوسس والمايلو هايويد. الروف الاربعه سكن سوبرفيشال فاشيا بلاتيزما انفستيجر اوف ديفنس. طب وات ار ذا كونتنتس اوف ذا تراينجل؟ الكونتنت سهله خالص بقسمه لجزئين. التراينجل ده اللي احنا متقسم فيه بقسمه كده الجزء ده مكانه فين؟ تحت المانديبول بسميه سب مانديبولار بارت او انتيريور بارت. والجزء ده بوستيريور بارت او ورا المانديبول ريترو مانديبول. بقسم الكونتنت لمجموعتين مجموعه تحت المانديبول بسميها السب مانديبولار بارت او الانتيريور بارت وجزء ثاني بوستيريور للمانديبول فبسميه بوستيريور بارت او ريترو مانديبولار بارت. وات ار ذا كونتنت اوف بوستيريور اوف الانتيريور بارت؟ الكونتنت عباره عن سب مانديبولار لفرانس كنت عباره عن 4 × 2 8 2 جلاندز اللي هم في سب مانديبولار سيريبري جلاند كبيره كده مهمة قوي. خدوها السنة الجاية جرب تفصيل سب مانديبولار سيريبري جلاند ومعاها لينف نود سب مانديبولار لينف نود بعتبرها جلاند للتسهيل يعني. وتو ارترز الفيشيال ارتر اللي كان بيمشي كده بيعدي في الجسد الرياجي وفي ارتر تاني بيطلع برانش منه بيروح يغذي المنطقة دي بسميه سب مينتال ارتر. يبقى فيشيال ارتري وسب مينتال ارتر. يبقى تو ارترز وتو جلاندز تو جلاندز سب مانديبولار سيريبري جلاند والسب مانديبولار لينف نود وتو ارترز سب مينتال ارتر سب مينتال والفيشيال ارتر وتو فينز نفسهم بقى فيشيال فين سب مينتال فين وتو نيرفز تو نيرفز. مين هم التو نيرفز بقى؟ هايبوجلوسا واحد فيهم اسمه هايبوجلوسا نيرف تمام. اول واحد اسمه الهايبوجلوسا نيرف الثاني انا نسيت صدقني فيه والله المايلو هايد نيرف. النيرف الثاني اللي هو اسمه نيرف تو مايلو هايويد. نيرف تو مايلو هايويد ايه نيرف تو مايلو هايويد؟ فاكرين قلناه زمان النيرف اللي هنا اللي تغذي المصل هذه. ايوه ماشي جاي منين؟ من السيرفايكال. لا 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 مايلو هايويد اللي نيرف تو مايلو هايويد. فاكرين حاجه اسمها الانفيريور اليفلر نيرف؟ ده بيدي برانش قبل ما يدخل قبل ما يدخل في المانديبول بيدي برانش كده اسمه نيرف تو مايلو هايويد تمام؟ هو مايلو هايد نيرف. يبقى عندنا كده الكونتنتس اوف الانتيريور بارت تو جلاندز تو ارترز تو فينز تو نيرفز. تو نيرفز هم من هايبوجلوسا نيرف اللي هو بيغذي المصل بتاع الطنج. كل المصل بتاع الطنج دي او مش كلها معانا واحده يعني الموضوع بعدين بقى ان شاء الله السنه الجايه كلها بتاخد من نيرف واحد اسمه هايبوجلوسا نيرف ما عدا مصل واحد بس الجنرالي كده هايبوجلوسا نيرف
زي حاجه اسمها النيرف تو مايلوهايد. المصر الصغير اللي موجود في الفلور دي بتتغذى بنيرف اسمه نيرف تو مايلوهايد. التو نيرفز دول جوه الكوندل. يبقى الكوندل دي بتصل لاربعه ثمانيه اثنين 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 اثنين. ده الكوندل اوف ذا انتيريور بارت. البوستيريور بارت في عندنا ايه في البوستيريور بارت؟ في جلاند كبيره كده باروتيد جلاند. اللور بارت اوف باروتيد جلاند موجود في البوستيريور بارت. طيب وفي شيز اللي بجيه من هنا اسمه ايه؟ كورتيكال شيز. الابر بارت اوف كورتيكال شيز موجود هنا. جواه في ايه هنا بقى؟ جواه ثلاث ستراكشرز اللي هم مين بقى؟ الكاروتيد ارتري والفيجاس نير. والفيجاس نير والفيجاس جاجلر فين؟ يبقى الابر بارت اوف كورتيكال ارتري واللور بارت اوف كورتيكال جلاند. وفي ارتري اخو الانترنال كورتيكال اسمه كيف؟ اخو الانترنال كاروتيد الكومن كاروتيد كاروتيد اول اكسترنال كاروتيد مش اول مش اكسترنال. لا بس الستيريو كومن كاروتيد الشيز ده تخيل ده الشيز اسطوانه الشيز من تحت كان فيها الفيجاس نيرف ورا ثابت زي ما هو في الميدل خلاص وميديا اللي كان فيه ايه الارتري الارتري الفين لاترال ولاترالي الفي تمام الارت الفين ثابت اللي هو التاجر مارفين الارت ثابت اما والنرف ثابت اما الارتري كان تحت اسمه كومن كاروتيد كومن بيجي عند ليفل معين السنه الجايه بيتقسم الى انترنال واكسترنال. الانترنال ده ملوش دعوه بالنك خالص عايز يغذي البرين فيفضل جوه الشيز يبقى جوه الشيز بقى فوق مين الانترنال طب الاكسترنال يغذي النك يطلع بره الشيز عشان كده في الابر بارت او السيور بارت هلاقي فيه ايه؟ الكاروتيد شيز الابر بارت كاروتيد شيز في ايه بقى؟ المنطقه دي يعني في الانترنال كاروتيد والانترنال جاجلر والفيجاس زائد الابر بارت اوف الاكسترنال كاروتيد وهنا بيدي برانش كده اسمه بوستيريور ريجولار ارتري نعرف اسمه خالص دلوقتي يبقى البوستيريور بارت عندنا فيه الستراكشر اللي فيها عباره عن ايه؟ لور بارت اوف ووتر جلاند الابر بارت اوف ذا انتر اوف ذا كاروتيد شيز كونتيننج الانترنال جاجلر فين؟ الاكسترنال ارتري والاكسترنال فيجاس نير اللي طالع بره رقم ثلاثه ابر بارت اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري ومعاه مين؟ برانش منه اسمه البوستيريور اوريكولار ارتري يعني شوف كده الكلام ده ده الريترو مانديبولار بارت الريترو مانديبولار بارت اللي هو البارت اوف ذا جراند ابر بارت اكسترنال ارتري ومعاه برانش منه اسمه السيوكرال نير ورقم ثلاثه الابر بارت اوف كورتيكال شيز شوف الصور اللي موجوده هنا هتبين لنا شويه حاجات يعني بسيطه خالص ادي لو انتوا ركزتوا كده ادي التو بيريز الدايجستريك ادي الانتيور بيري الانتيور بيري مستوي العريض مصر اهو ادي جلاند الكبير دي اسمها مين؟ سب مانديبولار جلاند طبعا اللي انتوا مستخبيه معاها وادي الارتري فيشر ارتري جنبيه الفيشر بيري اهو مبين هنا وادي النيرف اهو هايبوجلوسال نيرف النيرف ده جوه ده الهايبوجلوسال نيرف اللي هو الاصفر ده طيب الصورة الثانية هتبين البرانش اللي اعتقد لا مش هتبين مش صورة هي المشكلة دي هنا هو تراينجل مزنوق مزنوق فالستراكشر حتى فيه أهم حاجة فيه تعرفها فيه تشوفها في عملي السب مانديبولار بلان والباوند بتاعته اللي هي الدايجستيك انتيرو بوستيريور بلان في البراكتيكال ولا كل ال لا الكونتنت السب مانديبولار تراينجل أهم حاجة دي تو بيريز دايجستيف معاهم كويس ومعاها مصر اللي معاها سب مانديبولار تمام يبقى دي ايه اسمه السب دايجستيف تراين ده اول تراين التراين الثاني الصغير ده اللي هو مين؟ هاوي هاوي السب منتال السب منتال تراين طبق عليه القاعده هي القاعده الباوندرز ميديالي ده كده ميديالي الميد لاين اوف ذا ليك لاترالي مين؟ طب الروف هنا بقى بشيل من القاعده البلاتيزما مصر
بلاتيزما ملهاش دعوه بالنص خالص. منطقه النص دي ما فيهاش بلاتيزما. الحته دي ما فيهاش بلاتيزما. هلاقي سب ميتا تراينجل واخد اللي تحتيه دوت ماسكوس الروف ما فيهوش بلاتيزما. تمام؟ يبقى روف على سكن سوبرفيشال فاشيا وديب سيرفايكال فاشيا. يبقى دي اسمها الايه؟ الباوندرز او اند روف الفلور اوف سب ميتا تراينجل. يبقى انتيريور ميديال ميد لاين لاترال انتيريور ميد جاستريك البيز هاوين بول الابيكس سيمبلس منتاي الروف عباره عن سكن والفاشيا سوبرفيشال والديب مفيش بلاتيزما مصر. الفلور مصر واحده اسمها المايلو هاوين مصر. طيب وات ار ذا كونتنت اوف ذيس تراينجل؟ كونتنت سهله خالص باسم التراينجل. واسمه ايه التراينجل؟ سبمنتال. سبمنتال ارتري سبمنتال فين سبمنتال لينف نود سبمنتال ارتري وفين ولينف نود بلس في شويه فينز صغيره موجوده هنا بتتجمع وتعمل لي تو فينز ماشين جنب الميد لاين كده قلناهم الاسبوع اللي فات في المحاضره المحاضره اللي فاتت اسمه الانتيريور جاجولار فين. قلنا امتى؟ لما قلنا ايه الاستراكشرز اللي تعمل بيرسنج للانفستنج لاير قلنا انتيريور جاجولار واكسترنال جاجولار. تمام؟ يبقى لا الانتيريور جاجولار بيبدا هنا فينز صغيره تتجمع مع بعضها وتعمل لي انتيريور جاجولار فين. يبقى الكونتنتس اوف ذا سبمنتال تريانجل سبمنتال ارتري سبمنتال فين سبمنتال لينف نودز اند البيجن او سمول فينز فورمينج ذا انتيريور جاجولار فين. اسمها الكونتنت اوف سبمنتال تريانجل. اي سبمنتال تريانجل اهو قدامكم ادي الانتيريور بلوك دايجستريك ده ميدال تريانجل هايويد بول سيمسس بنتاي. طب الكونتنت اللي فيه بقى اللي احنا قلناها دلوقتي سبمنتال ارتري سبمنتال فين سبمنتال لينف نود شايفين الفينز الصغيره بتتجمع وتعمل ده. مين نزل بقى ده على البوست سايدز اوف ذا ميد لاين الانتيريور جاجولار فين. تمام؟ ده اسمه السب ميتال تراينجل. تراينجل سهل وظريف مفيهوش حاجه. التراينجل الثالث اهم تراينجل بقى فيه اللي هو اسمه ايه؟ كاروت. كاروت تراينجل زي ما قلنا سميناه كده ليه؟ سميناه كده لان المين كونتنت اللي فيه كاروت تشيز بس كاروت ارتري برضه موجود جواه وبلاش كتير يعني. طب الاول نطبق القاعده اللي هي الباوندرز بتاعته. ايه الباوندرز؟ بوستيريور في مين؟ بوستيريور ماستويد او الميدل بارت بوستيريور ماستويد. انترو سوبيريور انترو سوبيريور دايجستيك ماسل دي دايجستيك ماسل والسايد غايد معاها. انترو انفيريور الانتيريور سوبيريور بيلي اوف اومار. انترو سوبيريور دايجستيك البوستيريور بيلي اوف دايجستيك انترو انفيريور السوبيريور بيلي اوف اومار. البيز او الـ او الـ او الاير ساك عباره عن الهايد بول ده الباودرز. طب الروف الاربعه احنا قلنا بقى سكيبشن هنا بس ايوه سكين سوبرفيشال فاشيا بلاتيزما انفستنج لاين. طب الفلور الفلور بيتكون من فور ماسلز فور ماسلز. كلام كتير انا عارف لسه ما حدثتش ولا حاجه. ايه الفور ماسلز دول؟ في مسل قلناها من هنا من شويه كانت ماشيه بالعرض تحت المايلو هايد اسمها الهاي جلوسس بيبان منها جزء في الماسكر تراين في الكروت تراين. ومصر تانية مهمة جدا هنجيب سيرتها بعد اخر المحاضرة اسمها السايرو هايويد. مصر جاية من السايرويد كارتلج في الهايويد بول اسمها السايرو هايويد. يبقى دي اتنين ماسلز الهاي جلوسس والسايرو هايويد زائد ايه؟ زائد اتنين ماسلز في الفارنكس. عارفين الفارنكس؟ ايه الفارنكس. في مصر بتعمل كونتراكشن عشان تخلي الواحد اللي يبلع الاكل يبلع الاكل تنزل بتزق الاكل خلاص؟ اسمها الفارنجيال كونستريكتور. فارنجيال كونستريكتور هم ثلاثة سوبيريور وميدل وانفيريور. الموجودين هنا الميدل والانفيريور فارنجيال كونستريكتور سوبيريور فوق خالص. تمام؟ يبقى في الفلور اوف ذا كروت تريانجل فور ماسلز فور ماسلز اللي هم مين؟ مايلو هايد ماسل هاي جلوسس معلش هاي جلوسس سايرو هيرويد هاي بلس سايرو هيرويد وميدل وانفيريور فارنجيال كونستريكتورز ده اسمه الفلور اوف ذا كارودا تراينجل. دكتور معلش لا المصله الاولانيه هذه السوبيريور هذه شو اسمها؟ ايوه هاي بلس هاي بلس هاي بلس هيرويد بون للطن واللي تحتها سايرو هيرويد دي الثايرويد كارتج والهيرويد بون ايوه زائد الاثنين ميدل وانفيريور فارنجيال كونستريكتورز. ادي كارودا تراينجل اللي احنا قلناه انتو سوبيريو انتو سوبيريو انتو سوبيريو الابيكس هايويد بول الفلور الفور ماسلز
سايرو هاي هاي الجوستس انفيريور اند ميدل فرينجال بروسيكتور الروف الاربعة فيكس ستراكشر او تراينجل قدام ده عند السكن مستوي المصل السوبير وبين الكوم هاي والبوستيور بيو فيكس. What are the content of this triangle? Content of triangle ده بقسمه إلى أربعة groups, four groups, arteries, veins, nerves, lymph nodes. Arteries, veins, nerves, lymph nodes. الarteries, مين هي الarteries بقى؟ بصوا على الرسمة دي كده. مش إحنا قلنا الـ main content هي الروتشيز؟ أيوه. يبقى عندي الarteries مين بقى؟ الكومن بودي arteries. والانترنال كاروتيد ارتري واخوه اللي هو مين الاكسترنال كاروتيد وقلنا الاكسترنال كاروتيد ارتري ده بيغذي مين النك فطبيعي يطلع منه هنا برانشز تغذي النك يطلع منه هنا 5 برانشز هم ايه بقى مين 5 برانش الفيشيال بيغذي الفيس لينجوال بيغذي التانج واحد منهم الثايرويد جلاند اسمه سوبيريور ثايرويد غاز الثايرويد جلاند واحد اسمه اسيندنج فارينجيال غاز الفارنكس واحد اسمه اوكسيبيتال يبقى 5 برانشز بيطلعوا من الكاروتيد الاكسترنال ارتري هو فين انسايد ذا كاروتيد شيز يبقى في 5 برانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري ارسم ات انسايد كاروتيد شيز اللي هما مين بقى فيشيال لينجوال سوبيريو ثايرويد اوكسيبيتال واسيندنج فارينجيال يبقى الارتريز عباره عن الكومن كاروتيد الاب او الجلد بقى وولاده الاثنين الانترنال والاكسترنال وابنه الكبير الاكسترنال ده يدي برانشز كمان اللي هما مين الخمسه قلناهم دلوقتي الفيشيال والسبلينجوال اللي هو السيرو ثايرويد او اللينجوال فيشيال لينجوال اسيندنج فارينجيال واوكسيبيتال بارت يبقى دي الارتيريال كونتنت اوف ذا بوستيرور تريانجل اوف ذا كاروتيد تريانجل ارتيريال كونتنت اوف ذا كاروتيد تريانجل مهم جدا كوما شغاله هناك كاروتيد كل فيه كاروتيد كوما كاروتيد ارتري الانترنال اكسترنال اند 5 انسبريشن هم دول كلهم داخل الشيث لا الشيث فيه ده بس الثلاثه كومن وانترنال كومن وانترنال كومن مش انترنال على كده الكومن في اللور بارت والانترنال في الاور بارت اللي بره الشيث اكسترنال قلنا بقى بيطلع بره عشان خاطر يغذي النك ايوه تمام طيب وات ار ذا فينز مين اللي ماشي جنب الكروت الشيس ده جنبين اسمه ايه؟ الانترنال الانترنال جاكبر فين يبقى موجود جوه الكونتنت وهنا برضو في الفين ده بيستقبل ريسيف 5 تريبيوتريز 5 تريبيوتريز الانترنال جاكبر فين ادي الصوديوم مبينه بقى الايه اللي انا قلت لكم شويه ادي الكومن كروت ارتري الكبير بيتقسم عند الثيرويد كارديو لتو واحد كده ملوش برانشز خالص ده اللي جوه الشيس واحد تاني خرج بره الشيس وده برانشز كتير اهو السوبيرو ثايرويد اللي هو ده والفيشيال اللينجوال والفيشيال واصل ده عباره دوت والاكسترنال ارت ومن جوه الاستندنج فارنجيا اللي هناك دي الارتز بتاع المسيو بتاع بعد الكوره التوعيه طب الفين بقى الفين زي ما قلنا انترنال جانور فين وفايف اوف اكس تريبيوتريز اللي هم مين بقى سوبيرو ثايرويد فين نفس لينجوال فين نفسه فيشيال فين فرينجيال فين بس ده مختلف شويه السوبرا السوبرا من الثايرويد فين هناك سوبرا ثايرويد سوبرا الارتري لو رجعت او اكسبيتا ارجع الصوره ارجع الفايده سوبرا ارتري لينجوال ارتري فيشيال ارتري السمي فرينجيال ارتري هنا غيره اكسبيتا بقى اسمه ايه ميدل ثايرويد وبنفس وقت السوبيريور ثايرويد يبقى رقم 2 الفينز اللي هم عباره عن انتاج جوار فين معاه 5 استبيلز اللي هم مين بقى ثرو ثايرويد فين لينجوال فين فيشيال فين فارينجيال فين ميدل ثايرويد فين دي المجموعه الثانيه فالمجموعه الثالثه الديب سيرفايكال لينف نود اللي بنعملها اكزامينشن ايام السكيل لاب ديب سيرفايكال لينف نود لينف نود دي جوه الفرونت تريانجل كنا بنحسها الناحيه دي كده خدت بس يعني الستيشن المصل وابدا احس لو لقيت في حاجه لو لقيت سيرفايكال لينف فيها مشكله اسمها ديب سيرفايكال لينف طيب رقم اربعه نيرفز مين هم النيرفز بقى الفيجاس ما
موجود جوه الشيز. السيرفايكال بلكسس. وايه تاني وشفناه من شويه كان معدي كده رايح على الدايجاستا ترينجل. الهايبوجلوسال. هايبوجلوسال نير. اللي هو التاسع. هايبوجلوسال نير التاسع. تسعه اللي هو مين؟ هايبوجلوسال تسعه. لا تسعه. على الثاني عشر سري سري عليه. عشره مين؟ الفيجاس. فيجاس موجود. و12 الهايبوجلوسال. هايبوجلوسال. بينهم مين؟ 11 الاكسسوار. الاكسسوار برضه موجود في التريانج. ازاي؟ احنا قلنا الجزء الانف ده موجود هنا. فاكرين المره اللي بنسويه هنا كده؟ لغاز استنو ماستوي لغاز الترابيزيوس، ما هو الاول بيطلع من السكال. جزء منه بيبان في الانف بتاع التريانج. بتاع كل التريانج. وبعدين يخش على استنو ماستوي يغذيها وبعدين يغذي استنو الترابيزيوس. فالابر يعني في الايبكس بتاع كل التريانج الاقي فيه الاكسسوار. يبقى عندي 10 11 و12 فيجاس اكسسوري هايبوجلوس دي كلها نيرفز. زي الحاجتين تانيين بقى خدته في البلوك بتاع مانا فايرل فخدته السمبثيتك. اي السمبثيتك؟ اه تعالى بس لك تشين. التشين ديت في سوبيريور وميدل وانفيريور جنب مش فاهم على البوست سايد كونفرتبل عامله زي ايه؟ زي السبحه كده. في سمبثيتك تشين سوبيريور ده في النك خبير وبير وانفيريور اه وكمل تحت بقى كتير وفوق خلاص. موجوده فين السلايد تشين ديت؟ ده نيرفس ستراكشر موجوده بيهايند ذا كاروتيد تشيز ورا الكاروتيد تشيز. احنا قلنا لغايه كام نيرف لغايه دلوقتي؟ اربعه اربعه 9 10 10 10 12 هما فيجاس اكسسوري هايبرجلوس ومعاهم مين؟ السلايد تشين بيهايند ذا كاروتيد تشيز. طيب معاهم حاجه ثانيه كمان اسم كده غريب قلناه المحاضره اللي اسمه انسى انسى سيرفايكاليس. وقلنا هقول سنتو ان شاء الله في المحاضره في الباب. ايه السيرفايكاليس يا حضرات؟ ده لوب من الفين. يعني ايه لوب؟ نرسمه ازاي السيرفايكاليس ده؟ نرسمه كده. هو ما بيظهرش شكله عامل كده. لوب لوب من النيرفز بيتكون ازاي؟ بيتكون بتو روتس النيورود واليورود. سوبيريور روت وانفيريور روت. السوبيريور روت فيها عندنا سيرفايكال نيرف. كم سيرفايكال نيرف؟ سيرفايكال نيرف سيرفايكال فيرتبري 7 نيرفس 8 سيرفايكال نيرفس 8. فسي 1 بيبعت برانش كده بس سي 1 غلبان ضعيف ما بيعرفش يمشي لوحده بيخاف يمشي لوحده. فيلاقي في نيرف كده كبير اسمه هايبوجلوسا يقول له تعالى معايا اشيلك معايا امشيك معايا. فهايبوجلوسا النيرف لو ماشي كده يشيل معاه السي 1 لحد معين وبعدين يسيب السي 1 يسيب هيبوجلوسا وينزل يعمل السوبيريور روز. السوبيريور روز ار سيرفايكاليس من سي 1 كانت اون وهيبوجلوسا نير. طب الانفيريور روت سي 2 وسي 3 يتجمعوا مع بعض يعملوا الانفيريور روز والاثنين مع بعض يعملوا حاجه اسمها ايه؟ انسا سيرفايكاليس. موجوده فين؟ ان فرونت اوف انتيريور in front of carotid sheath. يبقى انا عندي دلوقتي carotid sheath قدامه ارض قدامه نيرف ووراه نيرف وجواه نيرف وراه ترنك سمسات تشين قدامه السيرفايكاليس وجواه مين؟ الفيجاس carotid sheath ده. يبقى inside carotid sheath فيجاس نيرف behind carotid sheath in front carotid sheath انسى سيرفايكاليس. يبقى الكونتنت اللي هي الفاسكولار او النيرفس كونتنت هم دول هايبوجلوسال نيرف اكسسوري فيجاس 12 و11 و10 ومين كمان؟ سباك تشين مكانها فين؟ بيهايند كودر شيز. ورقم 5 انسى سيرفايكاليس اللي هو زي ما قلنا بيتكون ازاي؟ بيتكون من تو رود سوبيريور رود جاي من سي 1 متحمل على مين؟ على هايبوجلوسال وانفيريور رود سي 2 و3 هو شكله ده. المنظر ده بين هنا الى حد كبير الكونتنت النيرفس كونتنت. شايفين ده هيبقى بص النيرف اهو مش هنقول من شويه المفروض في هنا كمان بينزل معاه كده ويرجع لورا الاكسسوار والفيجاس المشي ماشي ورا هو هيبان الصوره جايه. شايفين ده بقى اللوب ده هذا هو انسى ده انسى الركاز. ادي سي 1 طلع منه برانش متحمل على هايبوجلوسال سابه ونزل وعمل السوبيريور لوب. وادي سي 2 في ثلاثة جمعوا مع بعض وعملوا الانفيريور رود عشان يعمل لي حاجة اسمها الايه؟ انسى سيرفايكاليس دي اسمها النيرفس كونتنت كونتراكت.
الكوال تريانجل ده مليان مليان بايه؟ بارترز وفينز ونيرفز. يعني كده مهم مهم جدا الكوال تريانجل ده. يبقى الارترز كومن انترنال اكسترنال وفايف برانشز اكسترنال. الفين الانترنال ريجولار فين وفايف تريبيوتريز. طب النيرفز خمسه نيرفز برضه كلها خمسات اللي هم فيجاس اكسسوري هايبرلوسال ذاك الشين انسا سيرفايكل. المفروض انتم عارفينهم كده يعني جاست نيمز. انا التوضيح اللي انا بقوله اللي انا بقول ان تكون ازاي ده توضيح تبقى على الناس. بس طبعا مكان واحد انفرانت فرونت شيز اللي هو انسا سيرفايكلز والتاني بيهايند فرونت شيز. يبقى اسمه ده اللي احنا بنقول اسمه ايه؟ الكلود ترايانجل. الصوره دي مبينه كده شايفين النيرف الباين نازل لوحده ده مين ده؟ من الفيجاس فيجاس هو نازل اهو في النيك ورايح على الكورس فيجاس يعني. عرفت بقى لسه بقى كارود تشيس كارود تراينجل كل حاجه لقيت كارود تراينجل الارترز والفينز والنيرف اللي جوه واللي امامه واللي خلفه كلها لقيت اليمين الكارود تشيس. رقم اربعه التراينجل رقم اربعه اللي هو اسمه ايه؟ ماسكولار. اللي هو رقم اربعه هو ده. What are the boundaries of the triangle? The boundaries بتاعته عبارة عن إيه؟ Anteriorly, midline of the neck. Posterior, superior. Superior, superior belly of omohyoid. Posterior, inferior, the lower part of the sternum spine. The boundaries of the muscular triangle. The midline of the neck, the superior belly of omohyoid, with the sternum spine. The floor, the roof الأول, the roof الأول. The roof مين بقى؟ أربعة ولا ثلاثة؟ لا ثلاثة. ثلاثة مفيش ثلاثة اسمها. أيوه لأنه بالميد لاين. فيشال فاشا دي فاشا. طب الفلور؟ الفلور عبارة عن بريتراكيال فاشا. اللي هي حق الثيرويد جلاند. خلاص قدام الثيرويد جلاند ده عامل فلور أوف ذا ماسكو تراين. أمال فين المسلز بقى؟ المسلز جواه. جوه التراين. هي عامل الكونتنت. يبقى تاني الروف سكين فيشال فاشا. والبيست جراوند دي فاشيه الفلور بريتراكيال فاشيه تمام اللي هو ده التراينجل بتاعنا هو ده 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 استنوا مستوي الستوبيو بالام هوي والفلور مغطي اليمين بالبريتراكيال فاشيه. شايفين جواه مصر زي جواه مصر المصر دي عامل كونتنت. الكونتنت بتاعته عباره عن اربع مصر بس اربع مصر. اربع مصر دول ليهم اسمين. اسم طبقا للشكل واسم طبقا للموقع. موقعهم فين؟ مين البون ديت؟ هايويد. يبقى اسمه ايه البون؟ تحت الهايويد. الانفرا هايويد بون. انفرا هايويد ماسلز. طبقا لايه؟ لمكانهم. طب للشكل؟ كلهم عاملين زي الشرايط. شريط. شريط. بنسميهم ستراب ماسلز. ستراب ماسلز. عندنا فور ماسلز. اما بسميهم انفرا هايويد ماسل طبقا للشكل المكان او ستراب ماسل طبقا لمين؟ للشكل. هما مين بقى الاربع ماسل؟ فهمتوا ولا ايه؟ نعم. معلومات هذه. يا سلام. دي احسن نوع من المعلومات. معلومات ايه اللي انا اسمه بقى دلوقتي؟ ثيرويد ثيرويد كارتج ومع هايد بون وهايد بون وبين النوتش هذه ستيرنو ستيرنو يعني سوبر ستيرنو ابر بول ولا سوبر ستيرنو منوفيا. الثيرويد كارتج يا حضرات فيها لاين كده اسمه اوبليك لاين. الثيرويد كارتج هي دي فيها اوبليك لاين. ايه المسلز بقى الاربعه مثلا اللي هم زي الشرايط بقسمهم لطبقتين طبق سوبرفيشال طبق دي. السوبرفيشال السوبرفيشال ماسل جايه من الاسترنم للهايويد بون اهي من الاسترنم للهايويد بون.
اسمها ايه؟ سترنو هايويد مصر. اول مصر اسمها سترنو هايويد، والسترنم هايويد بول دي في الليل اللي فوق سوبرفيشال، ومعاها مصر الثانيه قلناها دلوقتي كتير ستايل امو هايويد. امو هايويد عامله كده سوبيرو بيرو انفيرو بيري. امو هايويد يبقى ده سترنو هايويد والامو هايويد دي اول. نعم ده سيرويد كارتج ادم زقبل خلاص. يبقى عندنا استيرنو هايويد والامو هايويد التو ماسلز دول سوبيشال لاير. طب الديب لاير، الديب لاير تحت الاسترنو هايويد. مين اللي احنا بنعمل شويه اللايت ده اسمه ايه؟ اوبليك لايت. في ماسل بقى التو ماسلز بيعملوا نفس الطريقه. في تخيل كده ان واحد جامد زي حالاتي او واحد جامد زي حالاتكم وواحد ضعيف زي حالاتي. الجامد ده هيجي المسافه من هنا لحد اخر الطول. انا لا ضعيف همشي هاجي لحد البنش الثاني، واحد زميلي هيكمل مكاني. نفس الفكره في مصر بتاخد السكه كلها من الاسترنم لحد الهايويد بول، بس ما استرنم هايويد. مصر ثانيه ضعيفه او يعني قصيره، فتاخد السكه من الاسترنم لحد الثايرويد عند الاوبليك لاين، فسميها استرنو ايه ثايرويد. وتيجي واحد ثاني تكمل انك تكمل الطريق من الثايرويد لحد الهايويد اسمها ايه؟ ثايرويد. دول تو ديب بصل. انا عندي تو سوبرفيشال ستيرن وهايويد الكبيره وجنبها واحده ترددت جاي عامله دايفرجن كده اسمها ام هايويد. تحت الستيرن وهايويد لما اشيل الستيرن وهايويد الاقي تحتها تو مصلز، واحده اسمها ستيرنو ثايرويد ثايرو هايويد. عرفت ايه اهميه الاوبليك لاين ده؟ الاوبليك لاين ده هو الاتاشمنت اللي بتنتهي تنتهي عنده الاسترنو هايويد الاسترنو ثايرويد وتبدا عنده الثايرو هايويد. لو عندنا من شويه ثايرو هايويد لما نقول تراني تمام. اسمهم الاربعه دول اسمهم ايه؟ اسمهم انفرا هايويد مصل او ستراب مصل. شوف كده ستراب مصل على الرسمه هتبان اكتر. شايفين دي؟ ادي المصل دي الكبيره دي اسمها ايه؟ ستيرنو لحد الهايويد بون. ادي هاي وصلت برضه ستيرنو هايويد. وادي اللي جنبها دي مين؟ اومو هايويد. تمام؟ هنا بقى شفت ستيرنو هايويد بقت تو مصل ستيرنو ثايرويد ثايرويد. ايه شفت دكتور؟ شفت ستيرنو هايويد الكبيره دي الطويله دي لما شفت هي موجوده الناحيه اليمين. موجوده يمين شويه بس شنها واحده شنها من الشمال شنها من الشمس اللي بين المصل. دكتور السيرم هيقول لك شبكه الخلف ولا السيرم؟ السيرم من ورا السيرم من ورا من خلف الاسترنم عشان كده باين ان هي شبكه نفسيه. طيب وات ار ذا اكشن اند نيرف سبلاي اوف ذيس ماسل؟ النيرف سبلاي اول انفرا هيرويد ماسل ار سبلايد باي انسا سيرفايكاليس يعني شويه اللوب ها. اللوب ده اكسبت ثايرو هيرويد ماسل. المصر الصغيره دي ماليش دعوه بيكم. انا صغيره بس تاخد نيرف سبلاي لوحده اللي هو السي 1. السي 1 اللي جاي متحمل عليه جثه النيرف ده تاخد منه مباشره مش عايزه وسيط. خلاص؟ لانها صغيره بس مش عايزه وسيط. يبقى اول الانفرا هايد مصر سبلايد باي انسر باي كالس اكسبت سايبر هايد مصر اللي بتاخد نيرف سبلاي من السي 1 بنتر نيرف. طب الاكشن بتاعها الاكشن مرتبط ب السوالوين البلع عمليه البلع. لما اجي ابلع ايه اللي بيحصل في السوالوين؟ تطلع كونتراكشن تطلع هتروح فين؟ كده؟ لا فوق فوق وانا ببلع وبعد ما خلاص بلع تنزل تحت. السوالوين كارتش جزء من اللارنكس. انا هدفي ايه؟ لما اكون ببلع لازم اقفل الفارنكس ده طريقين. فارنكس طريقين، طريق فيه يعدي فيه هواء وسفجس. الفارنكس ده كومن باسج للاير والفود. لما يكون الفود معدي لازم اقفل الطريق كمان. طريق مين؟ الاير اللي هو اللارنكس يعني. ايه اللي بيقفله بقى؟ during swallowing او during the second stage بالذات swallowing الثايروهايد ماسل الصغيره الغلبانه دي تعمل كونتراكشن فترفع مين؟ الثايرويد او اللارنكس. لما ترفع اللارنكس انا لما ببلع كده تسكر اللارنكس تقفل اللارنكس. تمام؟ تاني
السيروهيد ماسل دي تعمل اكشن بتعمل انيفيشن لللارنكس فتقفل اللارنجال اند مدخل اللارنج زي تقفل. في حاجه اسمها سيل المسمار شيل هناك. نعم شيل هناك ايوه ايوه اللي وراه اللي هو الابيكلوتس دكتور. ايوه الابيكلوتس دي بقى ايه بيتقفل امتى؟ أيوة. لازم السيروهيد يترفع ويتقفل كونتراكشن لل طيب بلعت. مين بقى بينزل الثايرويد او اللارينكس لوضعها تحت؟ بقيه الانفراهيد مصر بقيتهم كلهم يعملوا ديبريشن لللارينكس اند اوبننج اوف ذا لارينجال اند. وده يفسر اشمعنى الثايرويد خلت نفسها بلاي لوحدها ان اكشن مختلف. اه صح اكشن الثايرويد تعمل كونتراكشن ترفع تستفى مبنى. مين اللي بيعمل بيرفع الثيرويد اللي اللارينكس اللي فوق كده من ضمنهم معصر اسمها ثيرويد مصر بتاخد سي 1 وقت بعد ما خلص بقى اللي بيعمل ديبريشن اللي هم بقيت الثلاثه. يبقى الاكشن بتاعهم عباره عن ايه؟ الثيرويد مصر اليفيت لارينكس ديورينج ذا سكند اوف ذا فول تو كلوز ذا لارينجال انلت. الاذر انفراهيد مصرز بيعملوا ايه؟ ديبريس ذا لارينكس after the end of second stage. بعد ما خلاص سكند ستيج خلاص خلص الاكل عدى خلاص عدى من الفيلم دخل الاسوفيجس مش خايف ان هو يخش على الايه؟ على التراكيه. فافتح اللارينكس بقى تاني افتحه عن طريق مين؟ الثلاثه انفراد مسلز. تمام؟ الجدول ده يبين كده باختصار اللي هم المسلز ده اهم حاجه بالنسبه لكم انتوا بقى تبقوا عارفين كل مسل السبلايت ايه والاكشن بتاعها. اخر حاجه بقى انا النهارده انا ببص على عملي. احنا قلنا ان في عندنا انفرا هيويد ماسلز في اخواتها بقى بتاع اسمها ايه؟ سوبرا هيويد ماسلز. السوبرا هيويد ماسلز عباره عن فور ماسلز سوبرا هيويد زي الانفرا هيويد فور ماسلز السوبرا هيويد فور ماسلز. مين هو سوبرا هيويد؟ اول واحد دايجستك شايفين دايجستك ده هنعمل شويه الانتيرو بيلي والبوستيرو بيلي ومعها مين كمان؟ ستايلو هيويد رقم اثنين. طب رقم ثلاثة العضلة دي مايلو هايويد. طب رقم أربعة عضلة تحت المايلو هايويد اسمها جينيو هايويد. يبقى الفور سوبرا هايويد ماسلز اللي هم دول جينيو هايويد مايلو هايويد ازاي جاستيك ماسل وستايلو هايويد. نعم دكتور. طب دول مش في السبمنت ها؟ تراينجل اه احنا ما بنتكلمش على التراينجل دلوقتي بنتكلم على الماسلز اللي هي. طب ليه ما اتذكرتش يعني في ال ليه ما اتذكرتش؟ احنا قلنا في مش في الكونتنت احنا قلنا في الفلوس في الباوندريز قلنا دول وفي الفلور قلنا دي مايلا هايد كده فاتت في التريانجلز. بس الجينيا هايد اللي مش فاتتها لانها مستخبيه مستخبيه تحت الايه؟ المايلا هايد تبان لازم ارفع مايلا هايد. يبقى عندي الفور سوبرا هايد ماسل اللي هم الدايجستيك انتيرو وستيرو بيلي ستايلو هايد ماسل المايلا هايد ماسل و الجينيو هيرويد. مطلوب منكم اساميهم اكشن نيرف سبلاي. اكشن بتاعهم سهل جدا كلهم زي بعض نيرف سبلاي مختلف شويه. في اثنين مش الاثنين ده مع بعض؟ اها شنو مين دول؟ ستايلو هيرويد ومين كمان؟ بوستيريو دايجستيك بوستيريو بيلي. الاثنين دول ياخدوا نيرف سبلاي واحد فيشيال نيرف. يبقى الفيشيال نيرف يغزل الاثنين جنب بعض البوستيريو بيلي دايجستيك ومين كمان؟ وستايلو هيرويد. طيب الاثنين دول مش جنب بعض؟ هم مين بقى؟ انتيرو بيلي ومين كمان؟ مايلو هيرويد. وفي نيرف باسم مايلو هيرويد نيرف تو مايلو هيرويد بيغذيها ويغذي معاها مين؟ الانتيرو بيلي دايجستيك. يبقى نيرف سبلاي بتاع المايلو هيرويد ماسل والانتيرو بيلي دايجستيك اللي هو النيرف تو مايلو هيرويد. النيرف سبلاي اوف ذا بوستيريو بيلي دايجستيك وستايلو هيرويد فيشيال نيرف. فاضل لي مين؟ الجينيو هيرويد دي بتاخد بقى زي اختها اللي تحتها هنا زي السايرو هيرويد سي 1 سي 1 يعني سي 1 ده بيغذي مين دلوقتي؟ سايرو هيرويد وجينيو تمام؟ يبقى النيرف سبلاي بتاعهم ده سهل كل الاثنين جنب بعض من الصوره دول فيشيال دول مايلو هيرويد ده سي 1. طب الاكشن بتاعهم بقى الاكشن بوجه عام يعني في اي مصل انا عندي اي مصل ليها تو اتاشمنت في البون لازم اقرب واحده من الثانيه
يعني مثلا المسل جايه من هنا لهنا انت فايسبس بتاع البايسبس خلاص لازم اقرب الانسيرشن من الاورجن او اقرب الاورجن من الانسيرشن نفس الفكره لو انا ثبت الماندبل ثبت الماندبل مين هيتحرك نيجي على الصوره الثانيه شايفين كده هثبت الماندبل مين هيتحرك هيحصل لها الهيوت بون اليفيشن وايو ايش الفايده الفايده برضو وقت البلع بس الفيرست ستيج تبعد يعني على ال تبلع مش لازم تحس كده ان ان لسانك بيقرب من السوفت باك في الحلق صح مين اللي بيعمل بيقربهم من بعض الاربعه ماسلز دول يرفعوا الهايويد بون فيعملوا حاجه اسمها تانج جريب بقى مش هتخش في موضوع الفسيولوجي بتاع الاسبرنت يبقى انا ثبتت المانديبول وحركت الهايويد بون تعمل اليفيشن الهايويد بون طيب اثبت الهايويد بون وحركت المانديبول يعني المانديبول يرجع ديبريشن المانديبول ديبريشن او اوبننج خدته في الانفرا هايد ماسل الانفرا تبرا الفصله قتلت الجويز اكشن بتاعها اوبننج اوف ذا ماسل الاربعه ماسلز دول اسيستنت ليه مساعدين بس امتى لو انا ثبت مين الهايد بون يبقى الاكشن يختلف لو انا عامل فيكسيشن المانجول يعمل لي ايه اليفيشن الهايد بون لو عامل فيكسيشن الهايد بون ديبريشن المانجول كله من الصوره يعني مثلا بنحفظ كلام بنحفظ صوره صوره تبين لنا كل حاجه يبقى الصوره مبينة مبينة ريفر سبلاي ومبينة اكشن يبقى ثبت جزء وحرك جزء ثبت المانديبل ارفع الهايد بون يبقى المصر بتعمل كونتراكشن ترفع الهايد بون طب ثبت الهايد بون المصر بتعمل ايه؟ ديبريشن لمين؟ للمانديبل نعم دكتور يعني في العاده الهايد تكون مرتفعه شويه يعني وقت الاكل يعني اه مش لازم بس سوالف هي طبيعتها موجوده عاليه شويه بس سوالف بترتفع اكتر تمام؟ يبقى دي الاكشن نبي سباي اوف ذا سوبرا هايويد مصفى كده خلصنا الجزء النظري اللي كان باقي من المحاضره خش بقى العمل يعني ده كله اللي فات ده الساعه الا ربع دول من النظري بس الساعه 10 الساعه 10 معلش خمس دقايق خدناها في الاول من الشهرين هنشوف العمل بقى النهارده نشوف اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات على الستيو تريانجل يهمنا في العملي طبعا انتوا برانش بتاع ماسكلر سيستم ماسكلر سيستم يعني كله ماسلز مين الماسلز فنركز على الماسلز الباقي لو في ستراكشر مهمه زي مثلا ارتري او جلاند او اي حاجه نقسم بقى مجموعتين بقى كده ونجمع تعمل مجموعتين وانا استريح شوي اخذ نفس قلت لك تاع التصوير انا احمد ما في بوز